هي تقريبا هي على قولتهم معدل الاختيارات السابقه اللي له كلهم ضامهم، في لعيبه شاركوا في لعيبه ما شاركوا، لكن صراحه اثني على تفضل في بنايف انه انت اليوم تتكلم عن على الاقل الجوله الاولى بالاجماع كان نجمها تركي العمار في اللي قدمه. كنا نتمنى ان تضم 31 لاعب، ما راح يصعب عليك انك تضم تركي لانه تركي عنده مخزون رائع جدا، يحمل لقب افضل لاعب في اسيا على فئه الشباب. يعني مهم انك انت تضمه عشان تجدد، عشان نقتنع على الاقل انك انت في حضور فريق عملك للمباريات انه في حاجه مختلفه. احنا ما نبغى حضور لمجرد الحضور، لانه احنا نبغى نشوف تشكيله مختلفه، اداء مختلف للمنتخب من خلال العناصر. لكن لما اشوفك ضم عناصر اصلا ما بانت من نهايه الموسم الماضي، مش حتى في الجوله الاولى اللي من بعدها صار الاختيارات، لذلك اتمنى لهم التوفيق يا رب.